أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي السنن الراتبة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي السنن الراتبة قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ وهل الجمعة ليس لها راتبة قبلها، لكن تصلي ما تيسر لك على أنه نفل مطلق. أما بعد الجمعة فراتبتها أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات، راتبة الجمعة بعدها وأقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات بسلامين، بعض الروايات 6 ركعات بـ3 تسليمات. نعم.